من أفضل وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا، والتي بها يضمن الإنسان له بيتا في جنة عرضها السماوات والأرض، أن يبني الإنسان في هذه الدنيا بيتا لله عز وجل. والجزاء من جنس العمل، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الضيوف الكرام، الحضور الكرام، الإخوة شيوخنا، وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونهنئ أنفسنا ونهنئكم بافتتاح مسجد دار المتقين، وذلك بنفقة كريمة من المحسن الفاضل سعيد أحمد البشير، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منه هذه النفقة، وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يخلف عليه خيرا مما أنفق، وأن نبني له قصورا في الجنة، اللهم آمين. فالحمد لله رب العالمين، يعني خلال 4 أشهر تم الانتهاء من بناء هذا المسجد، والحمد لله كما ترون في أحسن وبها، وفي يعني من حيث الجودة والجمال، فالحمد لله رب العالمين. فكل شكر للأخ المتبرع المحسن الفاضل سعيد أحمد البشير. فالحمد لله قد تم بناء هذا المسجد، وبقي عمارته بالصلاة والقيام وتعليم أبنائنا وأحفادنا في هذا المسجد. طبعا هذا المسجد كما ترون هو في مكان حيوي جدا على الشارع الرئيسي، والحمد لله رب العالمين، يعني عدد المستفيدين منه سوف يكون كبير جدا، أهالي هذه المنطقة بالإضافة للمسافرين في هذا الطريق، فجزاهم الله كل خير.